معلش اسمعي إيمان، أنا آسف على كل كلمة والله قلتها في لحظة انفعال. دي غباء وأنانية مني، إن أنا بفكر في نفسي وبس. ما يمكن إحنا اتنين فكرنا في بعض في وقت غلط. ولا غلط ولا صح يا حسام، ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي. يا إيمان والله العظيم أنا بحبك وعايز أتجوزك وعايز أكمل حياتي كلها معاكي. معلش أنا مش عايزة أتكلم دلوقتي خالص. طب أنا مش عاوز منك رد دلوقتي، فكري براحتك وخدي وقتك، وساعتها لما أنا هاجي هجيب أهلي والله العظيم وهاجي لست الكل هنا. ماشي يا ابني، سيبها فرصة هي تفكر شوية وبعدين هنرد عليك. شكرا يا حسام. عشان خاطر إيمان فكري. من إذنكم. بقالك كتير ما رحتيش الحضانة. ايوه ما انا سبتها خلاص. سبتيها؟ سبتيها ليه؟ اتضايقوا برضو من فكرة ان انا ببيع الحاجات في الحضانة يعني عندهم حق بصراحة، وانا قلت برضو خلاص يعني الحمد لله انا بقيت الناس شوية عارفاني وعندي ناس اللي بتشتري مني، فخلاص انا برضو مش محتاجة اروح قوي. انا ممكن اساعدك في المشروع بتاعك، يعني بعمل لك علاقات كتيره جدا، يعني مثلا ممكن اخد البروشور ده اوديه نادي، اوديه لادمن لاي جروبس، يعني ناس كتيره جدا تتعرف عليكي وتعرف انت بتعملي ايه وساهم في شهرتك برضه. متشكره قوي انك بتحاول تساعدني الحقيقه، يعني عشان انت بقالك كتير ما رحتيش الحضانه، فقلت ان انا احاول اشوفك وقعد معاكي عشان انا و حبيبي ورامي طبعا. انا مبسوطه قوي انك خليتني اشوف رامي. رامي بيحبك جدا على فكره، هو رامي طفل جميل قوي بس للاسف ما عندوش ام، او بمعنى صح ما فيش ام تربيه وتخليه طفل كويس وانسان كويس. تشيلش هم الموضوع ده خالص، لما هيكبر هيفهم ان ده بيحصل في بيوت كتير قوي. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا انا واثق ان رامي ان شاء الله هيلاقي ام، وهتبقى ام جميله جدا وهتربيه كويس قوي ان شاء الله. بس هو الحقيقه كمان بابا محتاج انسانه تقف جنبه، محتاج قلبه يشتغل، محتاج حاجات كتيره جدا. وسارة محتاجة أب حنين يحس ويفهم يعني إيه كلمة أب، ويكون قريب من أمه من أبوه الحقيقي. سارة محتاجة أب، ورامي محتاج أم، وخالد محتاج زوجة.